أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى تجري بأعيننا، من فسرها بأن معنى أعيننا هو الحفظ والرعاية، فهل يعد هذا من تأويل الصفات؟ نعم، هذا من تأويل الصفات. بأعيننا لما كان الضمير ضمير الجمع ناسب أن تجمع الأعين، ناسب أن تجمع الأعين لمطابقة الضمير. ومن لازم نظر الله إليها، من لازم ذلك أنه يحفظها، هو ينظر إليها سبحانه من أجل أن يحفظها ويسيرها. نعم.